السلام عليكم. انا الام ديال امير اللي كما سبقت وشفتوني كان لولدي عنده تشوه خلقي في القلب. اللي كنت عارفه هو انه عنده صمام بوشي وجوج ثقبات في القلب. ملي الحمد لله بهذه المناسبه كنشكر السيد اللي تكلف بالعمليه ديال ولدي ودار هذا العمل الانساني، كنشكره بزاف جزيل الشكر. ومهما قلت ما غنوفيهش حقه، وحتى الطاقم الطبي والكلينيك اللي دار واحد المجهود كبير كبير في الانقاذ، في انقاذ الروح ديال امير. امير ملي مشينا نبلوله باش نديروا العمليه هو عنده 4 شهور، دخلنا نعسنا 3 ايام، خرجوني قال لك هذا ما يقدرش يدير لوبيراسيون، راه الا دارها في اون فوا ما غن بحال هكا. قال لي الطبيب قال لي راه اون فوا غندق البره ديال البنج راه غادي توفى. نيت ملي بقينا كنتبعوا لقينا الريه طيبه والضيقه، ولقينا مشاكل اخرى تعالج عليها، ولا شي شويه رجعنا في 7 شهور ثاني باش نديروا العمليه. في 7 شهور كان عنده مشكل القرجوطه صغيره بزاف، ما كانش منين يديروا ليه التنفس الاصطناعي. عاودوا خرجونا ثاني تيكبر يوصل لعام وشهر بالضبط. ملي وصل الوقت مش رجعنا، وبطبيعة الحال في هذيك المدة كاملة كانت كلها علاجات وكلها كنا في الدواء والأطباء، ولا سويفي ديال الطبيب ديال الضيقة بوحدو وطبيب ديال القرجوطة بوحدو وطبيب ديال القلب بوحدو، عاد على رجلو حتى هي بوحدها. ملي وصل الوقت ديال العملية مشينا نيت توفق، دار العملية الأولى، خرج الطبيب تيقول لي الحمد لله راه الحالة مستقرة. داز 72 ساعة كنتسنى في الدري يفيق، ما فاقش. هبطت لعند الطبيب قلت ليه دكتور علاش الوليدات اللي داروا مع ولدي العمليه فاقوا ولدي لا؟ قال لي انا اللي مخليه ناعس. إيه علاش؟ قال لي راه غيعاود يدخل البلوك. يعني ما كانش حاله غيبوبه، كان يعني كان في حاله غيبوبه، كان في حاله غيبوبه وكانت حاله كارثيه. كان عا كيتحرك كيطلع ليه طونسيو 15. انا عارفه في حاله غيبوبه، ولكن اللي استغربت ليه وهو ان الوليدات اللي معاه الحالة قل منه فاقوا، وولدي أنا ما فاقش وكان هو صغير فيهم. بقى الوليدات اللي معاه بحال كنقول كيفاش ولدي إحساس يقول ولدي راه عنده شي حاجة. أنا نرجع معاك شوية للور لهذيك الصراحة أختي أمينة. ملي كنتي حاملة بالولد كنتي متبعة عند جينيكولوج، كنتي يعني مديرة فحوصات كاملة عند الولادة، الطبيب اللي ولدك أولى القابلة اللي ولدتك، واش انتبهوا على ان الولد معجزه فعلا وعنده امراض خرقيه من عند الله؟ الدري في الدقيقه ديالو وما نقولش لك في دقيقته الاولى، ملي تجبد الطبيب قال لينا عنده شي حاجه، عنده مشكل تنفس، ضربوا حيت زاد زرق والصوت ما كاينش، ماشي ما كيبكيش، الصوت غوت، الصوت ما كاينش. ولدي باش كنا كنعرفوه كيبكي بالزروقيه فقط. علاش قلت لك ملي مشينا في 7 شهور عاودوا ردوني على حساب القرجوطه اللي كانت صغيره ومع الضيقه ومع المعده اللي محلوله الحلق كله طيب. عمر امير وليزا وهذوك الحبوب وليزا تمحيدوا لي من فمه ديما. فوقاش غادي تحيد هذا التشوه هذا ثاني؟ هو والمقاومه ديالو. قلت لي تزاد عندك الوليد، انت باقا مع الزوج ديالك؟ باقا اه. ما طلقتوش؟ باقا لا، مازال ما طلقناش. واش يعني هذا المشكل ديال 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 امير هو السبب ديال الطلاق مع الزوج؟ نوعا ما. وراه هو راه درنا، شوف راه ولدي مر بواحد الفتره قاصحه. شي لو انك تشوف امينه نهار العمليه الثانيه والعائله اش غنقول لك؟ غتشوفني ولا بريكس قدام باب الكلينيك مسرح رجليا وكنبكي. الدري غيعاود العمليه الثانيه، علاش غيقاوم ما غيقاومش؟ انا خايفه من انا الطبيب ديال الضيقه قالها لي، قال لي حنا العمليه تقدر تكون غتنجح ولكن راه الانعاش ديال ولدك صعيب بزاف. كنتفاجئوا بالعكس، الانعاش قاوم والعمليه دازت اصعب ما تكون. والله ملي دخلت ملي فاق من الانعاش عيطوا لي من لاشومبر وقالوا لي هبطي تشوفي ولدك. مع دخلت ذاك الطبيب ديال الانعاش اللي كاين تما قال لي شنو نقول لك اختي واحد الكلمه اللي شنايا؟ قال لي خذي القوه ديالك من هاد الدري، قال لي هاد الولد راه كان عايش عندك بمعجزه. الحمد لله الحمد لله. دابا كنسمعوك امينه كتعاودي لي كتقولي
عيطوا ليا مشيت درت هنا ما دخلتيش الطرف الاخر اللي هو الزوج اللي سبق ما طلقتيش منه، واش هو ما كانش مسوق لهذا المشكل كاع في مره؟ ما كانش، كاينه انا والوالده ديالي والعائله ديالي. عائلته هو لا ابدا ما كيعرفهمش ما كيشوفهمش، عمره ما شافهم عمره ما عرفهم، عارفينو دار العمليه الاولى وعارفين الثانيه وعارفين الكونترول عارفين كل شيء، والنفقه ديالته راه ما كيحطهاش، راه نفقته غير شي حاجه بسيطه ما عرفوا حتى شي حاجه تخليها للابن ديالو. وماشي راه من زياده، انا من زياده ملي قلت ليه راه الدري مريض قال لي قلبي على اللي خلص لك عليه والحمد لله. هو قالها وربي استجبها، جا السيد الحمد لله، جا السيد اللي سميته ما قالهاش. تخيل معايا واحد الاهتمام كامل بامير في الكلينيك كبير بزاف. العائله ديال امير قصه بوحدها كانت كتبقى حتى ل 12 الليل، وانت عارف الكلينيك عندهم ساعه في النهار ديال الزياره، العائله ديال امير واخا يبقاو حتى ل 12 الليل. والتعاطف ديال هذاك الجراح كان خاص، وبشهاده الجميع كلشي كان يقول لي راه امير راه بوحدو عندنا هنا في لاكلينيك، ونيت دار معاه واحد المجهود كبير. اش قال لي ملي مشيت؟ قال لي شوفي يا بنتي، قال لي انا ما بغيتش نعطيه لك، ديه شهرين هترضيه ليا، يا حاله متدهوره يا نسمع راه امير الله يرحمه. اللهم يبقى عندهم ويقابلو. يلا قال لي اللهم يبقى نهار مرتاح في الانعاش. قال لي خليته نهار وغنعاود نردو اليوم، قال لي باش ندير ليه الجزء الثاني من العمليه. يا حين دابا هنا باش غنطرقوا لنوع العمليات اللي داروا، يعني ملي كنقولوا طفل جنين هو ملي تزاد هو في هاد الحاله هذه، شحال من عمليه دار هاد الولد هذا؟ دار جوجات، جوجات في سيمانه واحده، سيمانه في سيمانه واحده، وهذه العمليه الاولى. العملية الأولى دارت على جوج المراحل، العملية الثانية والثالثة على حساب المقاومة ديال الحساب هو ومقاومة ديالو، إلا تزير راه غنرجعو الحساب المقاومة ديالو، داك التيو اللي داروا ليه حيت كيديروا واحد التيو اللي كينفسهم هذاك على حساب داك التيو. ملي قال لي ملي ما يبقاش خدام التيو جيبيه نديروا ليه العملية الثانية. العملية لقاو عنده تشوه في القلب، من غير داك التشوه اللي مذكور عندنا في التقرير الطبي لقاو تشوه اخر. حاله شكي لينا في الرابور ولا في التقرير، الدكتور قال لينا راه عنده جوج ثقبات في القلب وعنده صمامه غليظه ونوعا ما بوشيه ولكن راه خدامه، وداك العريق اللي ما بين الريه والقلب صغير مبوشي ما كيوصلش الاكسجين. ملي في العمليه الاولى لقاو مشكل اخر، دابا الحساب ما شرح لي الطبيب، رسم لي القلب العادي والقلب ديال ولدي كيف هو. دوك كيكون واحد العريقات فوق في القلب هما كيربطوا، كيديروا واحد التيو كيربطوا عرق بعرق، ملي ربطوه هذوك الراكور كيراكور ديال كيديروا كيربطوا عرق بعرق باش 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 الاكسجين والريه يخرج من هاد الدم، ما كيبقوش الدراري الزرقين. قال لي انت علاش كنسميوهم الدراري الزرقين؟ الاكسجين باش كيزرق بالاكسجين، لو الريه كتبقى عايمه بالدم، داك الدم ما كيخرجش كامل لان العرق اللي غيخرج الدم رهيف بزاف ما كيخرجوش كيبقى، وداك الشيء اللي هذاك الشيء مع المعده اللي كانت محلوله كتقطر عليها الحليب دار ليه ميكروب ودار ليه الضيقه. ولدو ميكروب من غير مشكل القلب؟ دارت عليه المعده حيت محلوله. كملي لنا على القضيه ديال القلب. هذاك التيو اللي داروه ليه ملي ركبوه دوك العريقات ولا دوك الاذنين ديال القلب دايرين بجوجهم ليسر، يا يعني نورمالمون كيكونوا بحال هكا، هما راه دايرين بجوج جهه واحده. اش قال لكم الطبيب على هذيك الحاله؟ ما اش غايقول؟ قالت ماشي نورمال. ورا ماشي نورمال، ولكن هو اش قال لي؟ قال لي انا ما كنردش ارواح الناس ولكن كنخرج المريض باقل ضرر. نعم. قال لي نخرج ولدك باقل ضرر ممكن. وليدك دابا في عمرو عام وثلاث شهور. ثلاث شهور. يعني باقي حتى النطق ما كينطقش، هذه معروفة. لا. زيد عليها حتى المشكل ديال الأطراف ديال الرجلين. كاينة. هذيك البوزيسيون ديال الكرش ملي تزاد الرجيلات راه تزادوا دايرين ومقلوبين بزاف. والحمد لله بالتطوع ديال واحد مروضة طبية كيني أسماء شفيق. أمينة متفائل.
ولله الحمد والشكر. حيت كتكلمي على مرض يعني ماشي ساهل بالنسبه لاي واحد، وانت مبتسمه يعني متفائله. علاش متفائله؟ مرض راه قاصح عليا كأم، صعيب عليا كأم. نقول لك واحد الجمله اخرى دازت، ولا واحد الحوار اخر داز بينه وبين الطبيب، كنقول يا دكتور واش كتعرف شنو كتقول لي؟ راك حرقتيني، قلبي راه تحرق بحال هكا. اش قال لي؟ ما جيناش وسميناك ام الا باش قلبك يتحرق على ولدك، ولكن غنقولها لك، ولدك محتاج عمليه اخرى. كتحط في الصوره باش ما تفاجئيش ما تصدميش. قال لي هذه هي، لي ولدك هكا، هاد الشيء اللي عند ولدك. ابتلاء مبارك. الحمد لله. ما قلنا ما لا رد لقضاء لك، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكنني اسالك اللطف فيه. ليها واش الاطباء المرويدين يعني ممكن انها تقاد وتولي؟ ممكن تقاد هكاك بالترويض فقط، وممكن عمليه جراحيه. حسب واحد الرجال عاد عرفناها دابا ما كتحكمش في راسها، تقدر تكون العصبه مقطعه ما عرفتش شنو فيها. حتى هي عاد غنمشيو نديرو على الراديو نشوفوها شنو كاين شنو فيها. عرفتي شحال ذكرتي من عمليه وشحال ذكرتي ليا من ترويض وشحال ذكرتي ليا من ومازال وممكن يدير عمليه على رجل. كنت خدامه برك، فين غنزيد نخدم والدري محتاجني؟ راه الاكسجين راه عنده في الدار، جبناه ليه هنا في الدار باش باش راكي محتاجه بزاف ديال الاموال الطائله. عرفتي راه كان ملي ديتو ملي خرج من العمليه بعدا، راه كنتي كتبرك حدا امير كتسمع ريتو كطرطق. عمرك سمعتي شي واحد ريتو كطرطق؟ تبارك حدا وكتسمع الطق طق طق طق. هادي عمرك ما عمرك ما تتصورها. ولدي امير كانت عنده طق طق، عاش معجزه وخرج. يعني هو ملي كيقولها لك طبيب انعاش، تيقول لك هاد الدري راه باغي يعيش. راه شفناها في بزاف شفناها في بزاف د الحوايج. المصاريف اللي غتجيب لهم امين شنو نقول لك؟ ها مصاريف كثيره امين اللي عند الوالده كتحطو، ما بقات كتخلص دا. وصراحه شوف ما بقاش كتخلص دا وما بقاش كتخلص ما بقينا كنخلصوا دار حتى شي حاجه اللي كاينه فيه. شي ناس الله يجازيهم بخير داروا معايا ما امكن، كنجازيهم بزاف. شي دراري ولاد المحمديه، واحد السيد بالاخص كنشكرو شكر خاص بزاف، كان ليا سند بزاف. كنعيط ليه نقول ليه فلان بغيت ما كيتخلاش عليا ولا على امير. كنت محتاجه، قالوا لي ولدك راه خاصو الاكسجين، وباش ودابا امير بالمناعه اللي ما عندوش ما خصوش يخرج، خاصو الحجر الصحي. عيطت ليه معسه، قلت ليه فلان راه ولدي خاصو، يعني بدون ذكر الاسماء، قلت ليه راه ولدي راه خاصو الاكسجين، عافاك الا كان شي واحد يقدر يكري ليا لاباراي ولا شي حاجه. ما جات فين تكمل ساعتين تعيط ليه، قال لي راه لقينا لك لاباراي. قلت ليه بشحال غادي تكري؟ قال لي واش حنا غنتخلصوا من عند امير؟ الحمد لله هذا بضمن الله. الحمد لله بضمن الله. واخا امينه امينه راه كتهضري على مصاريف كثيره، انت لقيتي في الاول ودابا حاليا اش غدير؟ نتسنى الفرج من الله سبحانه وتعالى، نتسنى من الفرج من الله سبحانه وتعالى. انا نقدر نخدم، عندي ديبلومي قاريه كلشي، ولكن ولدي دابا وحالته ما تخلينيش ما تسمحش. علاش؟ راه غير الدواء ديالو راك عارف كتعبر ب خصو يعبر ليه الاكسجين، الدواء كيتعبر بالكيلو، يعني خصو واحد الاستمراريه، خصني نبقى معاه. ما فين غنقدر؟ راه حاولت راه خدمت واحد الشهر ولكن ما قدرتش. ملي الدري غادي يدخل العمليه بركت اون كنقولوا انا غادا ندير واحد المستحيل وغنمشي نخدم. انت غتمشي تخدم غتبدا من الشهر الاول، واش هاد رب العمل غيعطيك نهار فين دير الكونترول على مثلا فين ديه الترويض ولا فين ديه لعض القلب ولا الضيقه ولا غادي ولا غادا للرباط على هاد المشاكل ديال النفقه ديالو؟ انا خصني ضروري نمشي للرباط ولا خصني يعني المشاكل اللي عندي انا المشاكل اللي عندي اكثر من اش غنقول لك؟ قلتها قبيله، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكنني اسالك اللطف فيه. هادي راه ديما كنقولها، ما عندي ليها، ما عندي من غير ترجع. والحمد لله راه لقينا ناس اللي تعاونوا معانا. رسالتي للناس المحسنين، امير مازال محتاجكم، امير الابن المتخلى عنه
اللي حنا نقولها حنا جوج عيالات مقاتلين عليه اللي كاين. ما عطيناهش كاع داكشي اللي خاص، ولكن عطيناه داكشي اللي قدرنا عليه. هادي غنقولها، عطيناه داكشي اللي قدرنا عليه، ولكن اللي خاصو بزاف. كتحاولي تضحكي زعما بصحه ما فهمتش. عرفتي بكثره ما بكيت راه. حيت هذا تا هو ضرر اللي كنت سنتي براسك راكي في خطر بهذا الحال هذا. علاش حابسه وانا حاسس انا راه حاله نفسانيه. شوف انا راه حاله نفسانيه اش غنقول لك؟ انا غير البارح راه انا ما نعزيتش الان لاما. الدراري كتشوف فيهم كيخرجوا عادي، ولدي طلع غير سطح للشمس، كله لازم سمعك مشي الطبيب يقول لي هاد الشيء راه ما كايناش المناعه دوك راه من الاثار ديال المرض ديالو. صبري ما كيقدرش شي، راه الدري ما كيقدرش شي يهضر يقول لك ماما ضرني هنا ولا ضرني هنا ولا المي ما ضراني هنا. شنو كيدير؟ كيبقى غير يزينن ويشوفك. يعني خصك تكتشف داك المرض اللي عنده شنو خاصو وفين دارو اشنو. هادي صعب، راه صعب من اش يكون عا كان الدري كيهضر وكيعبر لك وكيقول لك راه ضرني هنا خصني هنا، ماشي بحال الدري كيشوفك وكيدير واحد الصوت باستمرار ما كتعرفش شنو عنده. هو نفس الصوت عنده من زياتو زاد باقي من زياتو، راه ما كانش كيهضر صوته ما كانش كيتسمع كاع، راه الحمد لله. ملي داروا لي تيو حيدوه راه شويه القرجوطه شويه تحلات شويه الصوت ولا يتسمع. ملي كان صغير ما كناش نقدروا نخليه مع شي واحد، يا انا يا ماما. ماما دارت مع الحجر الصحي. علاش؟ لا الا مشى شي واحد تتلاها عليه ما يعرفوش راه كيبكي. كتعرف الدري كيبكي بالزروقيه. شرشتو عبر المباشر، الله يجازيكم بخير، المحسنين، الناس اللي في قلوبهم الرحمه. هذه رساله من عند الله سبحانه وتعالى للمؤمنين الصادقين اللي كيحسوا بالهموم ديال الناس، يدخلوا على الخط ويساعدوها. شي واحد اللي غادي يتفلى، هاد السيده هذه في غينة على التفليه، بارك عليها هادشي اللي كتقاسي فيه، بارك عليها انها قالت لك بعت اللي قدامها واللي وراها، ما بعت اللي قدامها واللي وراها، لا ضو لا ما لا لا حتى من السكنه ديالها ما كتخلصهاش باش توفر لك الوليد طرف من العلاج. جزاكم الله بخير، ولن يضيع الله اجر المحسنين. اللي درتيها في الدنيا كتلقاها عند الله سبحانه وتعالى.